السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح أتكلم معاكم عن شرح حق الأب ستور. طبعا ما راح أشرح لكم كيف تسوي البرنامج أو تسوي لك حساب في أب ستور، أتوقع الكل الحين يعرفون كيف يسوون حساب في أب ستور. إذا ما تعرف تسوي حساب في أب ستور ابحث في الإنترنت وتحصل، تسوي حساب في اليوتيوب أنت بس ما بتعرف في أب ستور ما أدري. المهم فنبدأ معاكم الحين في أب ستور. لو بنفتح أب ستور، طبعا مثل ما قلت لكم كبداية أب ستور برضو له خيار ثاني في الإعدادات، فبداية نخش الإعدادات نروح تحت في الأب ستور، هذا موجود في هنا خيار تنزيلات تلقائية. شنو هو التنزيلات التلقائية؟ مثلا الحساب حقك عندك جهاز ثاني، أو مثلا أنت تستخدم مع شخص ثاني، مثل أنا مع زوجتي نفس الحساب، فأنا بنزل برنامج ينزل عندها تلقائي إذا كانت مشغلة التنزيلات التلقائية حق تطبيقات أنا مطفيه، علشان إذا نزلت برامج ما ينزلون عندي. الموسيقى إذا شريت مثلا موسيقى أو شيء راح ينزل تلقائي. إذا كان مثلا أنت حسابك بالحالك وعندك الآيباد فتحمل شيء من هنا تبي ينزل هنا بكيفك انت تشغلهم وتطفيهم، من الاشياء التلقائيه على الحساب نفسه حقك. اذا حتى لو شخص ثاني عنده نفس الحساب مثل ما قلت لك راح ينزل لك تلقائي اذا كنت مشغل ذا الخيار. هنا التحديثات التلقائيه انا مشغلها. طبعا متى يسوي لك تحديثات تلقائيه؟ اذا كنت مركب جهازك في الشاحن وفي نايم في الليل مثلا شحن فل خلاص يبدا يحدث تطبيقات ينزل لك تحديثات حق صار ابديت حق التطبيق. هنا هذه الخيارات، هنا تنزيل الخليوي، طبعا ايش معناته؟ على الشريحه حقتك، اذا كنت شابك على الانترنت على الشريحه تبي تنزل تلقائي برضو حق البرامج ولا لا. وهنا اذا كنت ضغط على برنامج، لان البرنامج حجمه فوق ال 150 ميجا، انت خيارات بكيفك. هنا فوق ال 200 ميجا تبي يسالك يقول لك اوه تبي تحمله، ترى انت على الشريحه بتحمله يمكن ياخذ منك 200 ميجا، فانت بكيفك. انت تبي تخليه خلاص سماح دوما بما ان الانترنت حقك مفتوح عادي، فسمح دوما تضغط على اي برنامج حتى لو 1 جيجا 2 جيجا 3 جيجا يحمل لك برنامج حتى على الشريحه. يعني تشغيل الفيديوهات التلقائيه في اب ستور الحين بعض البرامج او خصوصا الالعاب يكون فيهم فيديوهات، يكون من نفس اللعبه لما نضغط عليها يكون في فيديو مثل ما شوف، وانا اشتغل تلقائي الفيديو فلان الخيار عندي انا مشغله. اذا كنت تبي توقف، اذا كان مثلا انترنتك بطيء او انترنتك محدود مش مفتوح توقف افضل لك. هنا تقييم التطبيقات، ان المبرمجين يجيك رساله يقول لك اوه تبي تقيم برنامج تقيمه عشان تسوي تعليقات. اتمنى كل شخص يسويه يقيم البرنامج بمصداقيه، لان في الحسابات العربيه ما في تقييمات كويسه حق البرنامج. هنا لو نتكلم عن ازاله تطبيقات الغير المستخدمه، ايش معناته؟ اذا الجهاز حقك مثلا عندك مساحه محدوده ومحمل كذا برنامج وانت بعض البرامج ما تستخدمهم، فاذا كنت مشغله خلاص البرنامج اللي ما تستخدمه كثير وما تفتحه والجهاز يعرف عنه ما راح يحذف البرنامج كله من عندك، لا يخلي البرنامج موجود عندك لكن تشوف فيه خيار تحت محطوط عليه زي الكلاود. فانا قاعد ابحث لكم عن برنامج مثلا هذا البرنامج، طبعا البرنامج هذا اصلا انحذف من المتجر وبضغط عليه مره يحمله، لكن تشوف من الكلاود. فالبرنامج موجود، بيانات موجودة في الجهاز لكن ما بمأخوذة من الستورج نفسه، يعني مش ماخذ من الجهاز نفسه، لو تضغط عليه يحمل البيانات كلها يرجعها لك وتفتح البرنامج. تركت البرنامج ثاني مثلا فترة ما فتحته فراح يحذف لك البرنامج الثاني. قاعد ادور لك برامج انا ما عندي برنامج ما فتحه. المهم فهذه الحركة انه يوفر لك ذاكرة في جهازك، فيعرف الجهاز ان البرنامج هذا ما تحمله الحين وما تستخدمه فيحذفه لك لكن البيانات موجودة. لكن إذا البرنامج راح من أب ستور راح ينحذف عنك البرنامج، مثلا برنامج حذف البرنامج راح ينحذف عنك البرنامج، فأنت بكيفك تبي تخليه تبي تطفيه بكيفك. هذا الإعدادات حق أب ستور من داخل، تقدر تضغط على الإيميل حقك وتقدر تحذفه وترجع، يعني تسجل خروج أو تسجل دخول حق إيميل ثاني بكيفك من هنا. طيب نضغط أب ستور نفتح لكم أو متجر برامج حق أبل. هنا في الخيارات ما أدري، أنا توقعت أنه يعني بالإعدادات العربية كان تعريب كامل لكن ما بمعربين أب ستور، بس مسوين فليب لحق اليمين يسار. لكن توداي هنا الاخبار ما ادري ايش يسمونها، اخبار ولا ما ادري كيف تسميها، احداث اللي مسويات ابل في اليوم، مثلا برنامج جديد نازل تفتح عليه في ستوري حق البرنامج والاشياء الحركات حقتها كلها هنا شو يسوي، تقدر تضغط على البرنامج في النهايه وتنزل تحت مثلا تضغط مشاركه وترسل لحق شخص عندك اذا كنت تبي ترسله يعني بسريع، او تضغط على البرنامج تحمله. طبعا تضغط الاولى وتقرب يم وجهك اذا كان عندك الزر فتضغطين يحمل كذا، حمل البرنامج هذا كذا حمل خلاص. تقييم البرنامج نشوف الحين البرنامج 3.9 من كم من 5، فبرنامج يعتبر ممتاز. في التقييمات عندك 24 شخص سوى له تقييم، هنا برنامج حق بزنس ورقم 18 في البزنس ماخذ، البرنامج من 17 ونطالع الاشخاص اللي يستخدمون البرنامج. لازم هنا لو بتنزل تشوف البرنامج موجود برضو حق الايباد، لو نضغط عليه تشوف شكل البرنامج في الايباد وهنا شكله في الايفون كيف راح يكون.
طيب ننزل تحت هنا البرنامج ومواصفات البرنامج أو ميزات البرنامج إيش مواصفاته. هنا الريت يعني بتشوف التعليقات وتشوف أشخاص اللي عاجبهم ما عاجبهم، مثل ما أشوف إذا ما أعطي نجمة واحدة وليش ما أعطي نجمة واحدة ومتى ما أعطي نجمة واحدة. وبرضو أحيانا أو أذكرها أنا أول موجودة بس ما أدري وين راح يكون موجود، إنه يعلمك على أي إصدار معطيه تقدر تضغط عليه تشوف مثلا الموست افكت او الهيلبفول، تشوف الاشخاص هنا التقييمات حقت مرتبهم لك من تحت. هنا لو تضغط عليه الاب ستور يفتح لك موقع البرنامج. نرجع لكم هنا الريفيو، تضغط عليه تقدر تقيم البرنامج مثل الحركه نفسها، كم نجمه تعطيه الموضوع وتكتب ليش مثلا. فنرجع مره ثانيه نكمل. فمثل ما نشوف هنا الفيرجن أو نسخة البرنامج كبداية حين 1.0.6، لو بنضغط هنا نشوف الهيستوري حق نسخ كلهم. قبل 8 شهور نزلوا أول نسخة، بعدها في نفس الوقت نزلوا نسخة ثانية وهذا التعديلات اللي سووا فيها، بعدها بتقريبا بسبع شهور اللي هو قبل شهر نزلوا نسخة ثانية مثل ما نشوف هذا التعديلات اللي فيها، وقبل 22 ساعة نزلوا نسخة، هذا رقم النسخة والتعديلات اللي فيها. فكل برنامج له نسخ ولا الخيارات دي كلها لازم تشوفها ولازم تعرف عنها. فهذا هنا الجيم، اوكي جيم سكشن خاصة حق الجيم، سي اول هنا الجيم الكبيرة والمعروف. فمثل ما ننزل هنا حاطين ابل اركيد، دعايات حق قبل ابل اركيد تكلمت عنها وشرحتها كثير. هنا الابس برامج ومش بس جيم، سي اول ولو بتشوف هنا كيفك تنزل وتروح تقدر تضغط وتشوف الفيديو أو البرنامج بالحركة دي بدل ما تفتح البرنامج كامل. هذا ما نشوف هنا الأركيد تكلمت عنها، خدمة الألعاب حق أبل. هنا البحث، طبعا في خيارات كثيرة هنا البحث، وهنا السجستشنز نزلت تقريبا السجستشنز تقريبا طلعت في الآي أو إس 13 كانت مش موجودة أول. فكثر ما تبحث أنت يعطيك البرامج حق مهمل والأشياء اللي تبحث عنها كثيرا. وهنا البحث حق البرامج نفسها، طبعا مو لازم تبحث هنا، تقدر تبحث برا برضو تكتب اي شيء هنا يطلع لك اياه. طيب لو بنشوف هنا الخيار حقك، هذا الشيء المهم لو تضغط عليه هنا يطلع لك ايميلك، تضغط عليه تشوف حسابك وكل شيء. وهنا اللي شريت، لو تضغط عليه تشوف مشتريات حقتك بخيارات مفصوله، مثلا نسيت برنامج انت محمله ونسيت اسمه وحاذفه عندك راح تشوفه هنا اللي مش موجود عندك في الجهاز، راح تشوف معي كلاود تقدر تحمله من عندك من هنا. هنا الكل اللي عندك اللي محمله ومحين واللي مش محملهم، فتشوف من هنا كلهم. طيب لو بنرجع هنا الاشتراكات، في بعض البرامج عندك في ابل تشترك فيها، مثلا انا مشترك في الايتونز او الابل ميوزك راح اشوفهم هنا، في الابل تي في بلس راح اشوفهم هنا. في بعض البرامج برضو مش برامج ابل تقدر تشترك فيهم، فاشتراكات شهريه يسحبون منك فلوس تشوفهم هنا. هنا الخيار انك مثلا على حسب اللي، طبعا مثلا انا في امريكا هنا وعندي مثلا واحد من الشباب بسوي له دعايه او عيد ميلاده مثلا برسل له جيفت بطاقه ايتونز او اب ستور يحملها عنده ويقدر يشتري برامج بكيفه، بعدين اقدر اسوي له بالحركه من هنا. من الخيار الثاني، طبعا الخيار الاول اذا كان عند البطاقه يضغط عليه مثل المتجر شاري من اي مكان، تحط رقم البطاقه حقتك وتعبي حسابك في الاب ستور. طيب خلاص ما عندنا حساب هنا او ما عندنا بطاقه، فتعبيه من هنا. وهنا تقدر ترسل حق شخص حق اب ستور، طبعا ريكومندز وذيلي ما اتوقع الاشخاص يهتمون فيهم، بس الشروط ما الشروط والاحكام. هنا البرامج حقينك الان موجودين او التحديثات، طبعا اذا فتحت الخيار هذا الاهم شيء عندي، تفتحها من هنا توقف هنا تسحب تشوف هنا قاعد يدور، اذا دار مثلا اذا كان نازل برنامج الحين ينزل لك برنامج هنا تضغط عليه تحدثه، فهذا طريقه تحديث البرامج اذا كنت يدوي تبي تسويها. طبعا اذا كنت من برا برضو تقدر تضغط على الخيار ذي بالحركه وتضغط على التحديث اسرع لك، وعلى طول تسحب سوري ويطلع لك اذا كان في برنامج جديد يبي له تحديث. فهذه الحركه. طبعا في اشياء ثانيه اختصارات كثيره في السيرش تبي، في التحريف، البرتشز اللي تكلمنا عنهم. فهذه الخيارات كلها وهذه الاختصارات من هنا مثل ما قلت لكم. فحلو الحركه. فريد مثلا عندك بطاقه ايتونز، طبعا بطاقه الايتونز لازم على حسب الريجن حقك، على حسب حسابك، مثلا حسابك اذا كان امريكي تشتري بطاقه الايتونز او اب ستور من امريكا، ما تقدر ترسل هديه حق شخص وهو حساب مثلا سعودي حتى لو انه موجود عندك في نفس المنطقه. على حسب الحساب حقك، اول ما تسوي الحساب يقول لك من اي دوله عشان يرتبهم لك ويعطيك البرامج برضو العربية. مثلا أنا عندي ما يطلع لي برامج عربية هنا، إذا حسابك سعودي يطلع لك برامج سعودية. فإذا كان في شخص عنده حساب سعودي أنا ما أقدر أرسل له جفت من ذي الحركة لأنه ما راح يشترك عنده. طيب في أشياء ثانية، مثلا محمل برنامج تبي ترسل حق شخص برنامج بسرعة، البرنامج مثلا موجود عندك في الجهاز ما يحتاج تعطي اسم البرنامج، اضغط على البرنامج
الخيار هذا، في هنا مشاركة، لو بتضغط على المشاركة تضغط بس يجيب له نسخ من أب ستور وخلاص، سوي له مثلا كوبي أو نرسال له من الشخص من على طول من هنا. فلو بضغط هنا برسل حق الشخص، فبضغط عليه إرسال، خلاص تفتح أب ستور موجود عندك، يضغط عليه هو جات له الرسالة، يضغط عليه يحمل البرنامج على طول. فهذا البرنامج وهذه الخيارات، طبعا أب ستور هذا موجود هنا عندك، موجود في الآيباد، موجود في ساعة أبل برضو نزل لها أب ستور خاص فيها، نفس الحركات نفس الأسلوب بس بطريقة مختلفة. ففي نهاية الفيديو إن شاء الله عجبكم الفيديو، فلا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم وكتبوا لي تحت تعليقات شو البرنامج الثاني من النظام اللي تبوني أشرح لكم، وإن شاء الله أشرح لكم من عيوني. السلام عليكم.